السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي أنس عبد العزيز من اليمن، وعايش في تركيا في اسطنبول تحديدا بسبب الظروف، بسبب الأوضاع اللي عندنا. اضطريت أن أجي تركيا وأدرس اللغة الإنجليزية، وكنت أبحث عن مدرسين يساعدوني في اللغة الإنجليزية. طبعا كانت تيتشر ناصر من أفضل المدرسين اللي كنت أدرس معاهم، واستفدت منه الكثير الكثير، وما قصر معاي. وأنا الحين يعني بدأت أدرس في الجامعة، والحمد لله يعني ماشي الأمور، والأمور يعني جدا جيدة. وأنصحكم، بما أن اللغة الإنجليزية من أهم اللغات اللي يحتاجها الإنسان في الوقت الحالي، أنصحكم أن تشاركون وتستمعون له، يعني تجربون وشوفوا الوضع كيف بيكون. وأتمنى أنكم تستفيدوا كثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.